صوت العرب من القاهرة يقدم المكان طيبة، الزمان عام 1304 قبل الميلاد، الحدث المشهد الأخير من حياة ملك مصر آخر ملوك الأسرة 18 الملك الصغير توت عنخ آمون. جلال الشرقاوي. لقد مات إخناتون وتولى الحكم من بعده توت عنخ آتون زوج ابنته من الملكة نفرتيتي. أجلسته نفرتيتي على العرش وسنه 9 سنوات. بعد عام ونصف انقلب آي الوصي على العرش على عبادة آتون. أحاط بالملك الطفل وألغى ديانة آتون وأعاد ديانة آمون. تحول اسم الملك من توت عنخ آتون إلى توت عنخ آمون. بعد 7 سنوات انقلب آي ونفذ المهمة الكبرى، وهي القضاء على الملك الشاب الصغير الذي لم تكن يده قادرة على لي عنق رجاله، فانبرى جنود قائده حور محب ليعلنوا التمرد والنهاية. حسين الشربيني. مات الملك، مات الملك، مستحيل مات الملك. من الوريث؟ من الملك؟ تلك هي المشكلة يا آي. قطعا ليست مشكلة يا مولاتي عنخ سنآمون. لا يوجد لتوت ابن أو أخ أو عم أو من يجري في عروقه دم إلهي يجلس على العرش. إذن فلنبحث لك عن دم ملكي يا مولاتي. لا يوجد في مصر بعد وفاة توت من تجري فيه عروق دم ملكي. ولكن يوجد في آسيا. آسيا؟ ماذا تقصد يا وزير الدولة الأكبر آي؟ نرسل إلى ملك الحيثيين كي تتزوجي ولده دم ملكي ودم ملكي. هل تعتقد أن هذا مناسب؟ سيصبح ابنكما مصريا 100%، وسيصبح الملك منذ طفولته. هل ترى ذلك؟ قطعا. إذن فلنطمئن أولا على جثة زوجي وحبيبي توت. ماذا بشأنها؟ هي الآن في مرحلة التحنيط، أمامنا 2 شهر على الأكثر. هل أعددتم المقبرة المناسبة؟ قطعا، لقد أعددت مقبرتي أنا آي كبير وزراء مصر لتكون مقرا أزليا لتوت، والمقبرة جاهزة في وادي الملوك لاستقبال مليكنا الشاب. توت والتابوت. رشد المهدي. خليل مرسي. كل شيء جاهز يا مولاي الوزير آي. اسمع يا حور محب، لديك مهمة قومية وأنا واثق فيك. أشكرك يا مولاي. لقد اخترتك لثقة المفرطة فيك وباعتبارك قائدا لجند مصر. أي مهمة فدتك روحي؟ مهمتان اثنتان. جاهز؟ جاهز. أولا تصدر أمرا لحراسك بالتجول والانتشار السريع في أنحاء مصر لجمع هبات وعطايا الشعب إلى ملكهم الشاب. إن الشعب يحب توت وأنت تعلم ذلك. طبعا يا مولاي. ألم يعد لهم عبادة آمون؟ قطعا، إلى جانب أنه مات شابا صغيرا والمصريون متعاطفون معه تماما، وهذه فرصة لجمع أكبر قدر من الهبات والعطايا والحسنات. وماذا عن المهمة الثانية؟ اسمع يا حور محب، لقد أرسلت الأرملة زوجة توت رسالة إلى آسيا. آسيا؟ إلى ملك الحيثيين في آسيا، ترغب في أن يزوجها ابنه. أمعقول هذا؟ وهذا لن يحدث. تصرف معه كقائد حرس، إنما يأتي إلى هنا ويستتب الأمر. ولا تنس، هذا سر بيننا. من سيتزوج الملكة إذن؟ سنبحث هذا الأمر فيما بعد. توت. لأول مرة نشوى مصطفى. والتابوت. هل تم كل شيء أيها الكاهن العظيم؟ بأمر الإله المعظم سكن الجسد في مرقده الأخير الأزلي، وها هي جند آمون الرب بحرابها المسمومة تحرس الجسد إلى أن تقوم قيامته فينعم بممتلكاته وهدايا شعبه الحبيب الذهبية التي تملأ بيته ذا الحجرات الأربع.
وها هو تابوت الذهب المصمت الذي يحوي جسده المقدس محميا بسموم الأفاعي الكبرى التي تحرس مقبرته. وها هي زهور العنبر وتفاح الجنج أنثرها على تابوته المقدس فوق مومياء حبيبي توت آمون. إنها زهرة الربيع العطر أنثرها في كل مكان. أغلقوا الأبواب، أغلقوا الأبواب، وضعوا خاتم حراس المقابر. أغلقوا الأبواب، أغلقوا الأبواب. إيسا توت، إيسا والتابوت. يا ود إنشاء والتابوت. قصة البحث عن كنوز ملك مصر يبحث عنها. أنا اسمي هاورد كارتر، هاورد كارتر. النجم سمير صبري. البحث عن كنوز ملك مصر، أحداث يرويها الفنان محمد شاكر. الموسيقى التصويرية مودي الإمام. توت والتابوت. تأليف وإخراج أحمد فتح الله. وتمضي الأعوام، عشرات الأعوام، مئات الأعوام، آلاف الأعوام، ونصل إلى القرن العشرين، إلى عام 1922، حين جاء من بريطانيا من يبحث وينقب. إنه هاورد كارتر، ومن يمول هذا التنقيب اللورد كارنفون. ولكن يبدو أن البحث قد وصل إلى طريق مسدود. حدث هذا في لندن. أنا آسف يا كارتر، لحد كده وكفاية. لا لورد كارنفون، أرجوك أرجوك بلاش نفقد الأمل. أنهي أمل؟ 17 سنة بتدور على وهم اسمه الملك المفقود. دي لو كانت القارة المفقودة كنت لقيتها. ديفيز قال خلاص لقيناها، بتدور على إيه تاني؟ بدور على إيه؟ أنا حاسس إن الكلام اللي قاله ديفيز ده كلام مش حقيقي، مش ممكن، مش ممكن يكون اللي لقاه ده قبر توت. احساسك ده بيكلفني كتير يا كارتر، انا بخسر كتير قوي. 50,000 جنيه استرليني صارفهم، يعني ميزانية لندن في سنة، مش ممكن. معلش فاتك كتير. لا كتير ولا قليل، اصرف نظر. بليز بليز لورد كارنفون، من فضلك اسمعني بس، انا عندي اقتراح. مرفوض. انت فاكر علشان ما عندي 36,000 فدان في بريطانيا وشوية خيول وقصور اني ابعتر فلوسي وفلوس ولادي على وهم مدفون اسمه قبر ملكي؟ لورد كارنفون انت راجل فنان وافضالك كتيرة قوي عليا، خلي اخر فضل عليا انك تسمعني. عايز تقول ايه؟ انت صرفت 50,000 باوند، خليهم 51,000. اديني شهرين 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 بس. ولا 1,000 مليم زيادة. انا ما كانش ليا في موضوع الاثار ده من اصله. انت مش هتصرف ولا مليم، انا اللي هصرف. يعني هصرف بنفس ترخيصك. الترخيص لسه قدامه سنة، هصرف انا السنة دي على البحث. انت بتديني 400 باوند في السنة، مش عاوزهم، مش حاوسهم خالص. انا اللي حصرف فلوس العمال، اذا لقينا شيء انت الكسبان طبعا، واذا ما لقيناش انا الخسران. يا سلام، للدرجه دي انت مقتنع ان في شيء ذات اهميه؟ انا مش بس مقتنع، انا مؤمن نفس ايماني باني ما زلت حي. طيب سيبنا افكر في الموضوع. لورد كارنفون بليز، الموضوع مش محتاج تفكير،
الوقت، الوقت مهم وضروري. انت بعدت جبتني من مصر لندن ولازم ارجع على طول. طب يا كارتر، انا موافق، وانا اللي حصرف على العمالة مش انت، واجرك زي ما هو، لعل وعسى اعوض خسائر السنين اللي فاتت. جهز نفسك يا كارتر. انا من بكره، من بكره، من بكره هكون طالع على مرسيليا، على اسكندريه، على القاهره، على الاقصر، على وادي الملوك. هوا شي ح شي. اهلا يا ريس حسين. الحمد لله على السلامه يا مستر كارتر. الله يسلمك يا ريس حسين، ازيك وازاي كل العمال اللي في الجورنة؟ الحمد لله، بس كان الحال واقف شويتين. روح انت يا ابني وسيب الحمار. حاضر يا ريس حسين. احنا قلنا ان خلاص املت المنطقه وصفيت الحكايه. اصل اللورد لمؤاخذه كان باين عليه من اخر مره انه قرفان ويأسان. فعلا تصورك في محله يا ريس حسين. تصور اللورد كان رافض، بس انا ضغطت عليه ووعدته في نفس الوقت انه ما يعديش شهرين ويكون عنده خبر، خبر حلو. وحنبدأ منين؟ من عند ما انتهينا من 5 سنين، فاكر؟ قصدك من قدام مقبرة رمسيس. مظبوط. عشيه. وبعدين يا شوقي، انت يدك في المية الباردة خالص. بردتيح بس يا سعيدة، أنا يدي في مية نار. نفسي امبارح حبيت قبل بكرة. طب وايه اللي ناقصك؟ هي دقة. البنات كلوا وشي يا شوقي، قال ياه سعيد بارك. يا بنت تفهم الخاش مكبرتيه، ده عقلك اللي باري وفوت ودبت فيه البرومة كمان. يا شوقي، يا شوقي، احنا بقالنا سنة مجري فتحتنا، وانا دلوك عندي 16 سنة. حرم عليك يا شوقي، هقعد لحد متى من غير جواز؟ ايه اللي معطلك انت بقى؟ حركك يا بنت، بس ما نلاقي المقبرة عيكون الفرح فرحين. واني مالي ومال المقبرة اللي عمركم ما هتلاقوها دي؟ اصلك يا بنت، اللورد والمستر موعديننا يوم ما نلاقي المقبرة دي كل عامل منينا هياخد سنتين مكافأة. يعني 20 جنيه يا بنت، عارفة كيف؟ 20 جنيه، 8 أوضة نوم كاملة. وابويا عشان الرئيس العمال هياخد له 100 جنيه، عيديني نصهم. وعمل لك يا بنت فرح تشهد له القرن الدار دار. يعني سمعت من الكلام ده كتير، ولازم انت تعرف يا شوقي ان الواد عبرازك بيلمح لامي من بعيد لبعيد انه عاوز يتجوزني. ايه ده، انا كنت اقتله وادخل السجن مؤبد فيه. وعليه عاد، بدل ما تدخل السجن مؤبد يا فالح ندخل دنيا. ايوه كتير رج يا بنت رج. يا ابوي يا خبر منشلون، ادخل دنيا يا ولاد، ادخل دنيا. بس ركك يا سعيده على ما نلقاها المقبره. يا ابوي انت هتدفني قبل ما توصل لمقبرتك دي يا شوقي. خبري عاد، اصبر علي شويه يا سعيده. شوقي قدامك شهرين، فهمان كيف؟ شهرين ملهمش تالت، يا نتجوز يا نفك الفتحة وكل حي يروح الحالة. إنماني شايفك المرة دي متحمس قوي كتير غير كل مرة يا مستر. لأن المرة دي يا ريس حسين أنا واثق، واثق إني هلاقي شيء. واللي خلاك متوكد قوي كتير يا مستر؟ الوادي ده اكتشف فيه 64 مقبرة، كلهم بتوع الأسرة 18، ما بين ملوك ووزراء وأمراء. ما عادش فاضل غير قبل 3 ملوك من الملوك العشرة بتوع الأسرة 18، قبر أخناتون، حور محب، وتوت عنخ آمون. أخناتون كان في تل العمارنة، وأكيد لا يمكن يكون مدفون هنا لأن قبره هناك. بس حور محب على علمي في 100 رهينة. يبقى ما فاضلش غير قبر مين؟ توت عنخ آمون. مات في طيبة مش في تل العمارنة. انتوا مش قلتوا انكوا خلاص لقيتوه؟ تفتكر يوم ما حرامية المقابر يسرقوا هيسرقوا جثث؟ لا طبعا، هم يسرقوا ذهب، تماثيل، تحف، انما جثث لا. اولا
المقبرة اللي قال ديفيز إنها بتاعت توت عنخ آمون ما كانتش أكثر من حفرة وكان فيها قشر ذهب، يعني مفيش حرامية هيسيبوا وراهم قشر ذهب. تاني حاجة إنهم لقوا كل الأواني مليانة قماش. تفتكر يحطوا قماش ليه في المقبرة؟ القماش لأجل الكفل لمؤاخذة لما يبقى قماش كتان، يعني عشان التحنيط. بالظبط كده، خاصة إن كان فيه في الحفرة ملح وزهور وآثار عطور. قصدك إن ال فعلا قصدي إن الحفرة دي ممكن تكون المكان اللي العمال بيجهزوا فيه تحنيط الجثة. معنى كده إن المقبرة قريبة من هنا. تمام رئيس حسين، تعال معايا. بص يا رئيس حسين، بص بص هنا، شايف دي الحفرة اللي لقينا فيها المخلفات؟ يبقى لما نحب ندور ندور فين؟ ها نبص على الاتجاهات اللي ممكن يتحرك فيها الكهنة من الحفرة للمقبرة. ورانا هنا جبل صخر، وإذا لا يمكن زميل يدخل فيه وهو لسه بتعريشته الرباني. تمام، إذا فاضل اتجاهين، تعال هنا بص، شمالنا وقدامنا، يعني هنا وهنا. تفتكر يا ريس حسين ممكن العمال لو شالوا الجثة وتحركوا بيها يتحركوا كم متر؟ 50-60 متر بالكتير. يبقى نعمل مسح شامل للرديم اللي في الاتجاهين دول على البعد ده. تعال معايا. تعال تعال معايا، دي مقبرة سيتي الأول. تعال ودي مقبرة تحتمس. رئيس حسين هنا أحمس. وهنا هنا أبو الحطب. هنا رأس حسين، هنا رمسيس السادس. رمسيس السادس يعني آخر مقبرة؟ يعني يعني ما فيش مقابر تانية؟ مستحيل يا رئيس حسين، الوادي خلص. صبر لامتى يا حسين؟ لامتى يا رئيس حسين؟ لامتى مش هلاقي حاجة؟ لامتى مش هكون مليونير؟ كارتر مش هيكون مليونير. استنى لك يا مفيش ملايين يا رئيس حسين، مفيش ملايين. كارتر هيعيش صالوق وحمود صالوق. لا انت كنت ناوي تبقى مليونير من ورا الاسرار. وفيها ايه؟ فيها ايه ان انا عايز ابقى مليونير؟ اشمعنى هنريتش شلايمان؟ اشمعنى؟ اخص عليك يا مستر، اخص عليك. لا ليه؟ هاي سنتين قاعد يدور لحد ما لقاها مدينة روادة تحت أرض الأناضول. لقاها وبعدها بقى مليونير. وأنا هورد كارتر بقالي 17 سنة بدور، وأنا مش أقل منه. حرام عليك يا شيخ، عاوز تتاجر في ديدات المومياء وتبيعها؟ وماله؟ ما انتوا كلكوا عايشين من تجارة الميتين. لا ازاي؟ لا ما حصلش. كل فلاحين الجورنة بطول تاريخهم عايشين على بيع الآثار. لا ما حصلش. كل الحكاية
نجايز واحد لقى تمثال مرمر مكسر ولا دمية فخار وبحسن نية يبيعه لسايح، وبعدين ده أرض جدودنا، ويوم ما نبيعها ولا نبشها ولا ناكل عيش من وراها فهي أرض جدودنا. تقبل أروح عندكم يا مستر في بريطانيا وبيع جدة جدودك؟ فوق فوق يا مستر، ولا أرجع دارك عاد. أنا فعلا راجع، أنا راجع، بس أنا حقيقي آسف يا ريس حسين، بس أعذرني، اليأس وحش. أنا من دقيقة واحدة يا مستر ايه ده شوقي؟ حقنا أبوي يا ريت تكلم فيه. خد نفسك يا ابني. هتكلم يا أبوي، هتكلم. في واحدة ألمانية عمالة تصرخ في العمار وتقول لهم سرقتوا الخاتم، سرقتوا الخاتم. خاتم ايه هذا؟ خاتم يا ابوي وقع بينها، وهتقول عايز المستر بتاعكم. روحوا اتصرفوا معاه، انا زهقت من وادي الملوك. الظاهر انه خلاص وادي الملوك خلصت منه الملوك. روح يا ابني دور على الخاتم، انبشوا عنه الارض واقلبوا الدنيا، فيش حد يجي بلدنا ويرجع مكسور الخاطر. حاضر يا ابوي، هذا عيني رايح. هم يا عاد انت، هو هم ودور على الخاتم. لسه زعلان مني يا ريس حسين؟ انت مش خلاص لميت شنطتك وسايب الوادي؟ اوعى تكون زعلان مني، انا افهمني، حلم عمري اني الاقي القبر ده، وصدقني مش عشان ابقى مليونير، انما عشان عمري يضيع كله في وهم كاذب. حرام حرام، لازم يكون في تمن لمجهود 17 سنة بحث. بقول لك ايه يا مستر كارتر، أنا وكل رجالة القرنة تحت أمرك. يا مستر فيه يا شوقي تاني؟ لحقنا أبوي، لحقنا، لقناه يا مستر. طيب خلاص خلاص خلاص، ايه بقول لكم لقناه. اديهولها. هو يعني كان خاتم أبويا؟ لقينا الدرج. درج ايه يا ولد؟ السلم يا أبوي، السلم. سلم ايه؟ القبر. قبر ايه يا ولد؟ قبر يلمك. استنى حسين، استنى. قبر ايه يا شوقي؟ قبر ايه؟ لقينا السلمة منحوتة في قلب الرديم، واحنا هندور على الخاتم. انا متأكد يا مستر، متأكد ان دي سلمة القبر. انت بتقول ايه يا مطيور؟ تعال يا ريس حسين، تعال تعال بسرعة. ريس حسين، ايدك معايا. انبش. استنى يا مستر، بليز انبش. خد الفاس، بلاش صوابعك حديب دم. دي حديب كنوز. صوابعك يا مستر، عنك شوقي. يا ابوي افحت، يا افحت اهو. تعال يا شوقي، افحت هنا. درجة افحت اهو. تركتين. افحت يا شوقي، افحت. ثلاث درجات. افحت يا حسين، افحت يا شوقي، افحت. افحت اهو. اربعة. افحت يا شوقي، افحت. 16 درجة سلم. المقبرة يا حسين، المقبرة يا شوقي. الملك توت. وجدتها. لورد كارنفون، إذا وصلتك هذه البرقية
تعال فورا إلى الأقصر، خبر سعيد جدا. كونجراتوليشنز، تهانينا إليك 16 تحية بعدد سلالم بوابة جنة الذهب. هاورد كارتر، 6 نوفمبر 1922. حزم كارنافون حقائبه واصطحب ابنته إيفيلين ذات 20 ربيعا وغادر انجلترا إلى فرنسا، إلى مصر، إلى الأقصر. استغرقت رحلتهما أسبوعا. على محطة القطار استقبلهما مدير مديريتنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة يا لورد. الحمد لله على السلامة ست هاني. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. ذهب الثلاثة إلى وادي الملوك على الحمير. استقبلهم كارتر وعمال الحفر، وكانت سعادة لا توصف. لقد وصل كارتر فعلا إلى بوابة المقبرة الثانية، كانت مختومة بخاتم حراس المقابر. المقبرة سليمة، إذن لم يمسها اللصوص. كان هذا في 26 نوفمبر عام 1922. ذهب العمال إلى بيوتهم تاركين كارتر وكارنافون وابنته إيفيلين عند بوابة المقبرة. ودا شوقي، مالك مساهم كده ليه؟ كل الجور أنا مساهمة يا أبوي. ليه يا ولد؟ الناس مهمومة وعتفكر، يعني مفيش حفر تاني في المنطقة، يعني مفيش فلوس. أنا قلقان من شيء تاني خالص. احنا ليه ما فضلناش جنب كارتر واللورد وبنته هنا؟ دي بنت زي اللوز يا بوي، حلوة قوي. اتحشم يا عاد واخز عينيك وخليك في سعيدة خطبتك. جريه يا ريس، بلما عيون اللي دبلت مش شعر الأكرت. يا واد البت سعيدة زي العسل. ايوه صح، العسل الأسود عاد، انما إيفيلين يا بوي عسل أبيض يا بوي، شهد مكرر. العسل الشهد ده مواسم، فين وفين لما نشوفه. عن إذنك يا بوي. على فين يا واد؟ خارج أشم شوية هوا برا الجرنة يا بوي، مخنوق. بس الدنيا برد يا ولد. بالعكس يا بوي، الدنيا ورد. يا ترى أنت فين دلوك يا إيفيلين؟ يا ترى أنت فين دلوك يا مستر أنت واللورد بتاعك؟ كان كارتر وكارنافون وإيفيلين يقضون نفس الليلة أمام المقبرة في أحضان البوابة التي تنتهي مع الممر العميق في باطن الأرض. اقتربوا من البوابة. السحر يغلف المكان. التاريخ، الجبال، الصمت، الظلام الدامس، الموت. بابا أنا خايفة قوي من المكان ده. المكان اللي انت خايفة منه ده كلفني 50,000 جنيه. طب هنفضل هنا لحد امتى؟ لحد ما اعرف ايه اللي ورا الباب ده، ولازم اعرف. تفتكر فيه ايه؟ ايه رأيك يا لورد؟ جايز يكون وهم؟ وهم لا، جايز يطلع حفرة زي حفرة ديفيز اللي لقيته فيها شوية هلاهيل ما تسواش نص فرنك. وجايز نلقى كنز، كنز ملكي بحق وحقيقي. ايه رايك انت يا إيفيلين؟ طب ما ندخل ونشوف. ايه مستنيين ايه؟ ندخل ونشوف. ايه اللي منعكم؟ فكره. ايه رايك يا كارتر؟ ايوه بس دي مسؤوليه، ما حدش هيعرف، كل شيء هيتم في الظلمه. وبدا كارنافون وكارتر يعملان بحماس. صنعوا ثقبا في باب المقبره من اعلى. خرج من الثقب هواء ساخن. أشعلوا شمعة وأدخلوها فلم تنطفئ. إذن ففي المكان أكسجين صالح للحياة. أدخل كارتر رأسه وصرخ. أوه ماي جاد، يا ربي، إيه ده؟ دي مقبرة دي ولا
ولا كنز ملك؟ شايف ايه؟ ها؟ شايف ايه؟ وريني. مستحيل. اوعى كده، وريني. ايه ده؟ مستحيل مستحيل، ذهب، كل شيء ذهب. ايه يا بابا؟ في ايه؟ وروني. لا لا لا، احنا لازم ندخل جوه. مستحيل. اكسر الختم باي شكل، لازم ندخل، انا مش قادر، هتجنن. نزع كارتر الختم الملكية بكل هدوء، فتحوا الباب، دخلوا المقبرة، تجولوا فيها. تعالت صيحاتهم المكتومة وصوتهم الهامس المجنون بهذه المغارة الذهبية. إنهم أمام مقبرة ملكية لم تفتح منذ أغلقت منذ 3000 عام. دول الثلاث سراير اللي تم عليهم التحنيط، وده تمثال وهو طفل، ودي الصور اللي حطوها له، وده أكله، هاو أكله المجفف. التابوت فين؟ فين جثة الملك؟ تفتكر في أوضة تانية هنا؟ أكيد. فين 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 فين؟ أكيد هنا على اليمين. اشمعنى؟ لأن دول حراس الموتى، يعني حراس غرفة الدفن. طب فين؟ فين حسبي؟ حسبي دي أسهم مسمومة. ما توقفش قلبنا يا كارتر، تعال نخرج، البنت هتضيع مننا. ما تخافوش ما تخافوش ما تخافوش، أنا هفتح هنا، هفتح هنا فتح. عايز أشوف غرفة الدفن. Oh my God. يا ربي، في هنا تابوت حجري موجود ورا الفتحة دي. كفاية تخشوا منها. تعالوا افتح معايا، افتح. ذهب مقصورة كلها من الذهب، دي حاجة تجن العقل. وفتحت المقصورات الثلاثة، كل واحدة في باطن الأخرى، ووصلوا إلى المقصورة الحجرية. إذن فجثة الملك بالداخل. وهنا أغلقوا كل شيء كما كان، واتجهوا خلفهم إلى حجرة الكنوز والمقصورة الذهبية والمراكب الإلهية الصغيرة. وقف الثلاثة مبهورين، امتدت أياديهم تجاه الكنوز. أنا دلوقتي بس بعزر لصوص المقابر اللي بيدوروا على الكنوز. أنا حاسس دلوقتي بنفس إحساسهم. دلوقتي الموقف يا كارتر، المفروض إن قانون الكشف بيقول إنه إذا كانت المقبرة سليمة 100% تبقى من حق الدولة، إذا كان دخلها لصوص قبل كده يبقى الدولة نص والمكتشف نص. بس المقبرة سليمة تماما، معنى كده إيه؟ معنى كده إنها هترجع كلها للدولة. مستحيل، أنا صارف 50,000 جنيه عليها. يعني لابد يكون دخلها لصوص عشان إحنا ناخد النص. بالظبط. خلاص، أدي إحنا دخلناها. قصدك ايه يا ايفلين؟ قصدي ان احنا لصوص وسرقناها. مظبوط، فكرة هايلة. اسمع كارتر، دلوقتي احنا دخلنا هنا محدش شافنا، ننقي كم حاجة قيمة وخفيفة ونشدها من هنا على برة، ناخدها معانا، وبكده نبقى ضربنا عصفورين بحجر واحد. اولا لما تيجي لجنة الفحص وتعمل جرد للمقبرة هتلاقي فيه نواقص في المجموعات، وبكده يبقى المقبرة ناقصة. الحاجة التانية انهم لو قالوا انها مقبرة سليمة وراحت كلها للدولة يبقى احنا خرجنا بخمس او ست حاجات تمن اللي احنا صرفناه. وانتقى ثلاثة اشياء صغيرة الحجم غالية الثمن، وهي تمثال ذهبي لتوت،
صندوق العطور، خاتم ذهبي لتوت، مقبض مروحة ذهبية، صولجان، دمية برونزية، زهرية، صندوق أدوات تجميل، ومعهم لفافة أوراق البردي، كتاب الموتى والذي كتب فيه تاريخ توت عنخ آمون من بدايته وحتى نهايته. وافتتحت المقبرة في 29 من نوفمبر عام 1922، وطار الخبر من صحيفة التايمز التي اختصت وحدها بالأخبار إلى جميع أنحاء الدنيا، وجاءت الوفود. ده مستحيل، مش ممكن، يعني ايه يمنعونا؟ مالك يا استاذ مزار بالليه؟ هدي اعصابك، لا تطج لك حرج. هدي اعصابي يعني ايه؟ ثم انت مين عشان تكلمني كده؟ انت من مين عشان تتعصب كده؟ انا سعيد الهلالي. وانا الرئيس حسين. مين الرئيس حسين؟ ومين سعيد الهلالي؟ سعيد الهلالي صحفي من جريدة الاهرام. ثم مش مهم انا مين، المهم انا صحفي مصري وعاوز يدخل المقبره ويغطي اخبار الكشف الاسري اللي يهم مصر كلها. ازاي يمنعونا؟ بيني وبينك يا ولد، الرئيس حسين اللي بيكلمك ده رئيس عمال الحفر، والقبر ده اتولد على يدي. اهلا بيك يا رئيس حسين، اتفضل ندردش شويه. على عيني يا ولدي، بس اصل اللورد اتعاقد مع جورنال التيمز انها تاخد هي كل الاخبار وتدفع له 5000 جنيه. انت بتقول ايه؟ انا ما قلتش حاجه يا ولد، حرام عليك، ده وكل عيش. بس انا قلت لك لانك مصري وغيور، واني زيك مصري وغيور. يعني هو باع الكشف للتايمز البريطانيه وهي طبعا تلها في السفره وترمينا العظم. يعني ايه؟ دلت بلدهم هو احتلال من كل ناحيه. وطي صوتك يا ابني وهد اعصابك. وانت مش المفروض دلوقتي انك تكون معاهم جوه؟ ايوه، بس لو فتحوا لي الباب كله هيجي. امال مين جوه من مصر؟ ولا واحد يوحد ربنا. ايه الله، مفيش غير توت نفسه هو المصري الوحيد. يبقى مفيش قدامي غير ان اقابل وزير الاشغال نفسه، اشوف ترخيص ايه اللي واخدين ولاد الاحمر دول عشان يمنعونا من دخول مقبره ملك مصر. ايه ده بس يا استاذ سعيد، الرجل الصحفي لازم تكون اعصابه هاديه. اللي بيحصل يا باشا في وادي الملوك احتلال تاني. تصدق بالله يا باشا، انا ما بقتش مصدق عينيا. كل صحافة مصر واقفة على بوابة المقبرة بتتنشأ الأخبار، وصحف التايمز بيدخل ويطلع على كيفه ويبص بعينيه كأنه بيسخر من كل عين مصرية شايفاه. ما تهدى يا سعيد يا هلالي، الله خلينا نعرف نتكلم. يا باشا أنا جايلك دلوقتي بصفتك عبد الحميد سليمان باشا، وكيل وزارة الأشغال. يعني الرجل التاني في مصر المسؤول عن هذا الترخيص، وسعادتك المسؤول أمام الشعب المصري وقراء جريدة الأهرام والصحف المصرية كلها، لأن دي معركة صحفية وطنية ومش هنسكت. ومين قالك بس إن احنا ساكتين؟ الموضوع هز وزارة الأشغال كلها وهز جلالة الملك نفسه. ما أعتقدش يا باشا جلالة الملك تهزه حاجة تانية. فيش داعي للكلام، لانه لو كان بيتهز كان اتهزل سمعة مصر بعد تصريح 28 فبراير اللي لسه ما بردتش اخباره. هل ده استقلال حقيقي؟ احنا لسه محتلين يا باشا، وهنفضل محتلين طول ما الاجنبي مسيطر على ارضك وسماك واكلك وصحافتك. هنفضل محتلين طول ما الحكومة اللي بتحكم البلد مش حرة في اتخاذ قرارها. وبعدين بقى لاحظ انك بتكلم وكيل وزارة الاشغال، يعني حكومة. انا اسف يا باشا، لكن لازم يكون في موقف قوي، وده أول احتكاك حقيقي بين حكومة مصر وحكومة اللورد الليمبي. يا هو ينتصر يا مصر تنتصر. سعيد، أنت عندك شك في قوة مصر؟ مصر قوية يا باشا، شعبها قوي، تاريخها قوي، إرادتها قوية. أنا كل اللي خايف منه حكومة مصر، وخايف اللي حصل لعبد الخالق ثروت يحصل مع توفيق نسيم، ولو أن ده مش بعيد على توفيق نسيم اللي كل همه يصالح اللورد على الملك ويجمع القصرين في قصر، قصر عابدين وقصر الدبارة. طمن يا سعيد، أنا هعمل اللازم وبلغ تحياتي لكل رجال جورنان الأهرام وقول لهم عبد الحميد سليمان مش هيسكت. يعني إيه عبد الحميد باشا الكلام ده؟ يعني يا سعادة اللورد، موقفك هيج الرأي العام ضدك. تصريح 28 فبراير ما فاتش عليه لسه سنة والبلد بتغلي. ما تنساش إنه من مصلحة بريطانيا تكون على وفاق مع الشعب المصري. أنا مالي ومال الشعب المصري؟ خلاص، 50 متر اللي أنا فيهم دول مهيج الشعب المصري؟
الشعب المصري هو اللي بيملك المكان اللي أنا وإنت واقفين عليه، وهو اللي مفوضني أتكلم معاك بصفتي مسؤول، وإحنا كحكومة أدوات في إيد الشعب. أنت عايزني أفتح المقبرة للشعب المصري؟ لا، لصحافة الشعب المصري. أنا مش ملتزم بأي شيء مع الصحافة، وما في شيء يجبرني أني أفتح لهم المقبرة. أنا كل اللي يهمني سلامة المقبرة واللي فيها. ما أعتقدش يا لورد أن سلامة المقبرة تهمك أكتر ما تهم الصحف المصري. أنا بصراحة مليت حكاية الصحافة دي، وحقفل المقبرة مضطر. ما أعتقدش أنك هتقدر. أنا معايا ترخيص ومن حقي. وأنا اللي مدي لك الترخيص، ومن حقي برضو أني أنا حقي هستخدمه. هلغيه. من أمتى الشعب المصري بيهتم بأثار جدوده؟ ما هو رميها من ألف السنين، اشمعنا دلوقتي حل يدفعني؟ لما حس بقيمتها وأهميتها، لما حس ان فيه هدف قومي بيجمعه. قصدك لما حس ان فيها كنوز؟ هو شخصيا مش مستفيد من كنوز الذهب، لا هيسيح الذهب ولا هيرهنه البنك ولا هيفتح بيه محفظة اوراق مالية ولا هيضرب بيه في البورصة. انا اسف، مضطر ابلغ اعتراض الوزير الاشغال واللورد الليمبي وتوفيق باشا رئيس الوزراء. لاحظ ان مصر كلها بتغلي من الاحتلال، وانت بكده بتعمل مشاكل لحكومة جلالة الملكة واللورد الليمبي. ولو ما حلتش مشكلة صحافة مصر وحقها في نقل الخبر وتصوير المقبرة، هنضطر لإلغاء التصريح. اللورد الليمبي مش هيسكت. والله ده موضوع تاني، وساعتها تبقى حكومة مع حكومة. حكومة ايه؟ التناس انت بتكلم مين؟ انت بتكلم لورد بريطاني. بلاش عصبية يا كارتر، واسكت انت، انت مجرد اجير عند اللورد. اسكت يا كارتر لو سمحت. حكومة مصر اللي بتتريع على اسمها حكومة مستقلة، ازاي حكومة الحرب اللي اضطرت تخضع لكم؟ دلوقتي حكومتنا قرارها في ايديها. اسمع لورد، وزارة الداخلية هايجة بسبب ضغط الصحافة والرأي العام. المشكلة حلها في كلمة، موافقتك. وانا عارف انك انسان عاقل ولا يمكن تقبل بهزيمة تيجي رغم ارادتك، واعتقد التفاهم مطلوب. انا علشان خاطرك يا باشا، وعلشان خاطر تشريفك ليا في الأقصر، أنا حوافق بس بشرط. تفضل. حسمح لجهة واحدة فقط إنها تتواجد وتنقل الأخبار والصور لكل صحافة مصر. وأنا موافق، وسيبني أختارها لك. أنا شايف إنه الأفضل يكون مندوب ألم مطبوعات وزارة الداخلية المصرية، وبكده ما في صحيفة تزعل من الصحيفة التانية وتقول إشمعنى الصحيفة الفلانية، وفي نفس الوقت نهدي وزارة الداخلية من ناحيتنا. اقتراح جميل. عن اذنكم لاني فعلا جعت ولازم اتغدى. انت ضيف يا عبد الحميد باشا. المشكله اني ليا غدا مخصوص باخده مع الدواء عشان الصحه بس. ربنا يديك الصحه يا لورد. عن اذنكم، سلام عليكم. مع السلامه. انا مش فاهم يا لورد ازاي توافق على طلبهم. انت ناسي انك عامل عقد مع التايمز؟ لا طبعا مش ناسي، بس انت دايما متسرع واهوج. ماشي، فهمني. اولا، لحد مندوب وزاره الداخليه ما ياخد الاخبار في الاقصر ويبعتها لوزارة الداخلية في القاهرة، ووزارة الداخلية تبعتها لكل صحيفة، وتبدأ كل صحيفة في الطباعة، يكون التايمز في ايد الناس كلها، وبكده نبقى أرضينا شعب بريطانيا وشعب مصر وحققنا هدفها. تاني حاجة يا متهور، انت ناسي انك على أرض مصرية والكشف مصري، وفي أساسا أزمة ثقة بين حكومة مصر وحكومة بريطانيا. يبقى نخلينا في الأهم، اللي هو انت داخل على معركة مع وزارة الأشغال. موضوع اسمة الآثار حيتم ازاي؟ الموضوع بسيط قوي، مقبرة مسروقة، احنا نص الآثار وهم النص. المقبرة مش مسروقة؟ انا كتبت في التقرير بتاعنا ان المقبرة اتعرضت للسرقة، والختم الملكي مكسور الى جانب عصرنا على فاس بايد مكسورة ومقطف. الفاس والايد المكسورة دول مرميين في راديم مقبرة رمسيس السادس اللي بنت فوق قبر توت ودارت عليها، واللي لولاها كانت المقبرة اتسرقت من زمان. فكر بهدوء يا كارتر وبلاش تسرع. اللي عايز الهدف الكبير ما يبصش للأهداف الصغيرة. الموضوع باين عليه معقد أوي. ولا معقد ولا حاجة. اسمع، أنا حسافر يومين لندن، خد بالك من إيفلين. وهي إيفلين مش جاية لندن مع سعادتك؟ لا يا سيدي، شبطانة في جو مصر الدافي ومبهورة بالصحف والأخبار. خليها هنا في الأوتيل وحطها في عينيك. ها؟ دي عندي في كفة، وآثار مصر كلها في كفة تانية. وسافر اللورد كارنافون إلى لندن، واستقبل استقبالا ملكيا كاستقبال الفاتحين، وتحدث إلى الإذاعة البريطانية التي بدأت إرسالها في نفس عام افتتاح المقبرة. أما كارتر وإيفلين
فقد نشأت بينهما حكاية جديدة. هوارد، أنا بحبك. أنا آسف يا إيفلين، آسف آسف، ما أقدرش. شايفني في عينيك صغيرة؟ ده كل الفرق اللي بيني وبينك، أقل من 30 سنة. إيفلين، إيفلين. هوارد، أنا بحبك، أنا بحبك يا هوارد، فهمني. إيفلين، بصراحة أنا بحب واحدة تانية. إيه؟ مش ممكن. ليه؟ أنت كذاب يا حبيبي. ليه وحكدب عليكي ليه؟ عشان أنا عارفك من يوم ما جيت هنا من 4 شهور، عمري ما عرفت إن في واحدة في حياتك. بالعكس يا إيفلين، في واحدة وفعلا بحبها، ومن يوم ما جيت مصر وأنا بحبها، وحياة إيفلين ما بكتب. بنت الرئيس حسين؟ تقريبا. كذاب، بنت الرئيس حسين متجوزة، والمصرية عمرها ما تكون متجوزة ويبقى لها بوي فريند، ودي واحدة مخلفة وعندها 5 أولاد. عرفتي منين؟ من أخوها شوقي، أصله معجب، وكل ما روح في حتة ورايا ظهر أنه بيحب. أوهو، جايز خايف عليكي. الناس اللي هنا يا إيفلين لما يحبوا حد بيحطوه في عينيهم، بيحبوه بكل حتة في أحساسهم. يلا هنيالك بيه، جو أهيد، حبيه يا حبيبتي. أنت جرالك إيه؟ عاوزني أحب مصري وأجير عند بابا؟ أنت جنان. شفتي عجرفتك، في واحدة تحب شخص زي هاورد كارتر وتكلمه كده؟ أنا أسفة، مش قصدي. طب ما أنا كمان أجير عند بابا. وبعدين ياريتك يا إيفلين، ياريتك تشوفي مصر زي ما أنا شايفها. أنا فعلا بحب مصر، بس ظاهر أنك عاوز تكرهني فيها لما تقولي أنك بتحب واحدة مصرية، ومش بعيد تكون ناوي تتجوزها. نعم، أنا فعلا متجوزها. رسمي؟ رسمي. بعقد؟ بعقد. إزاي؟ دي متجوزة ومخلفة، هي الست هنا في مصر ممكن تتجوز أكتر من واحد؟ ماي دير إيفلين، اللي أنا بحبها وبتحبني ومتجوزها ومتجوزاني وعاشقها وعاشقاني، وعشانها مستعد أضحي بكل عمري، بجسمي، بوقتي، بمجهودي، بفكري، واحدة عمرها آلاف السنين، اسمها أثار مصر. إيه ده؟ يعني مفيش واحدة؟ يبقى لازم نتجوز. أثار مصر يا إيفلين هي مراتي، مراتي اللي حبيتها واتجوزتها، وما عنديش استعداد أتجوز غيرها أبدا. وعاد كارنافون من انجلترا، اخبرته ايفلين بحبها لكارتر، فجن جنون الرجل، انطلق كالنسر الهائج الى عشة كارتر في وادي الملوك. هدي اعصابك يا لورد. يعني ايه هدي اعصابك؟ انت خليت في اعصابي يا حيوان. لو سمحت يا لورد امسك لسانك ولاحظ انك في عشتي. عشتك يا وقت، تفو عليك، ده كل شبر انت قاعد فيه انا دافع ثمنه. بتلعب بعقل بنت صغيرة؟ ما حصلش. طبعا في ايه؟ انت ناسي انت ايه وهي ايه يا وقت؟ ما قلتلك ما حصلش. انت ناسي انت قد ايه وهي قد ايه؟ انت مين وهي مين؟ انت مجرد اجير عند ابوها. انا لورد جورج ادوارد هيربرت كارنافون، صاحب العزب والقصور والخيول، صاحب السيارة رقم 3 في بريطانيا كلها. ناسي؟ يا سعادة اللورد انا مش ناسي، ومن فضلك اسمعني. اسمع ايه؟ حشرة؟ بعوضة؟ دمية؟ ده انت محد سمع عنك الا بفلوسي. اهدى يا لورد، اهدى من فضلك، وإلا حيكون ليا معاك بعد اذنك تصرف تاني خالص. تاني؟ انت اساسا مش حيكون لك هنا وجود تاني. انت فاكر نفسك بقيت حاجة علشان ما الجراي كتبت عنك كلمتين مهمين؟ الكلمتين دول بفلوسي انا، بنفوذي انا، ولولا المصريين هم اللي وصلوك كنت ولا تسوى. لولا الراجل اللي اسمه حسين ما كانش عمرك وصلت الحفرة، مش لمقبرة ملك. خلاص خلاص، هديت اعصابك، هديت خالص. من فضلك اسمعني بقى، لازم تعرف انك زي ما انت جورج كارنافون، انا اسمي هاورد كارتر. عارف هاورد كارتر؟
المكتشف الأثري الفز اللي التاريخ خلاص كتب اسمه برضاك وغصب عنه. هيقولوا عنه حرامي سارق كنز زي علي بابا، بس الفرق الوحيد اللي بينك وبينه ان علي بابا سرق حرامية وانا سرقت ملوك، مش كده؟ عموما السرقة عندك هي مش خلاص وصلت قلعتك في لندن بالسلامة، انما انت عارف كويس قوي اني ما كنتش عايز ادخل المقبرة ولا اخد منها اشياء الا برغبتك ورغبة بنتك. وفاكر انك بكده تقدر تلف عليها وقلبها؟ انت ناس انت ايه ده؟ انت كفاية من فضلك، كفاية كفاية اجير عندك مش كده، وزي 30,000 عامل بيشتغلوا عندك مش كده. اوكي اخرج اخرج برا. نعم بقول لك اخرج برا عشتي بدل ما استخدم معاك ايديا، واعتبرني مستقيل. انت مرفوض برا برا برا. انا طالع، لكن من السعادة تلم هدومك ونفسك وتسيب وادي الملوك لاخر يوم في عمرك. وهكذا حامت النسور حول الجثث. إيفلين أفهمت أباها حقيقة الأمر، لقد أحبته وصدها، لم يستجب لندائها. شعر اللورد بالندم والأسى، أرسل إليه يعتذر، لم يقبل اعتذاره ولم يرفض. وفي شدة الأسى وغمرة الحزن، وقبل أن يغادر اللورد الأقصر متجها إلى أسوان، لدغته بعوضة في خده الأيسر. لم يهتم كثيرا بالأمر، حلق ذقنه. في المساء اشتد عليه المرض، ارتعش من البرد، ارتعدت أوصاله. كان هذا في شهر مارس، لحفته ابنته ببطانية، نقلته إلى القاهرة لعلاجه، إلى فندق الكونتيننتال في جناحه الملكي المخصص له. أرسلت برقية إلى كارتر، كان عنيدا لم يستجب لتوسلاتها. أرسلت لأخيها في الهند فجاء، لكنه وجد أبا يهذي وعيونا زائغة. الشمس. إيفلين في إيه؟ مش عارفة يا جون. الشمس. بابا خلاص مش عارف حد. حتى مش عارفني أنا ابنه. توت شايفني يا بابا؟ كل شيء بدأ يبان. الشمس بتلف خيوطها الذهب. أنا إيفلين يا بابا. حوالين الملك، والملك جاي عليا وفي إيدي صولجانه. الصولجان بابا. الصولجان اهدى يا حبيبي. بيهجم عليا. ابعدوه ابعدوه. اهدى يا بابا. اقتلوه. ايوه كده مات. فوق يا بابا. هيفوق تاني هيفوق تاني. موتوه تاني موتوه تاني. لا لا لا, لا. ايوه ايوه موتوه. عصفور طالع من الارض، العصفور الاخضر بينقر الارض من الارض. ريشه بيكبر بيكبر بيكبر. بيهجم عليا. خشوه خشوه عني. ابعدي يا ايفلين. لا لا بيسربش في وشي، بيقرص عني. انا كده مش هشوف حاجه من دي. حرام عليك حرام عليك. طب سيب عيني التاني. طب سيب عيني التاني. الحاول العظيم يا بابا. انا اللورد كارنك. جون انت انا اللي ضربت طاينه بالشلوت في الحرب. انا اللورد. كانوا بيجروا قدامي زي الفران وانا نط زي القط. كده حاجه ايه ده؟ الزبد اللي نازل من بقه. اهدى يا حبيبي. اهدى يا حبيبي. توت خليه يهدى. توت اهدى خالص. انا سامع الندى وجاي لك يا توت. جاي وسع لي مكان جنبك في التابوت. انا جاي لك يا توت. عصفورك ناديني، همس لي في وداني وقال لي موت. مش ممكن موت. مش ممكن موت. وتمضي الشهور بين جذب ولين، وتذهب وزارة وتأتي وزارة. جاءت وزارة سعد زغلول في يناير عام 1924، شغل فيها مرقص حنا باشا وزارة الأشغال،
وتم الافتتاح. في اليوم التالي الذي كان مخصصا لزيارة الصحفيين، وعد كارتر 22 من ضيفات حرم اللورد كارنافون بزيارة المقبرة. ادعى أنهم زوجات مساعديه 16، لا ندري كيف. اعترض مرقس حنا على هذه الزيارة ورفضها، وجن جنون كارتر الذي شعر بسقوط هيبته أمام سيدات إنجلترا، وتطورت الأزمة. اسمع يا ريس حسين، من النهاردة مفيش شغل في المقبرة. في الشغل ازاي؟ حلمك، احنا دوب لسه فاتحين التابوت ومعلقين غطاه في الهواء. ده مش شغلك انت، يلا برا انت وهو برا. في الشغل ازاي يا مستر؟ استنى دلع منك. لا شغل لا مؤاخذة. انت جننت يا راجل انت؟ اذا كنت انت مش حاسس بهيبة الميت فاحنا بقى حسينها، والناس اللي قدامك دي كلاتها تعرف الاصول. اوه ربش، كلام فارغ. اتفضلوا، يلا اسبوع اجازة. ماشي يا خاجة، بس خد بالك وتلاتة بالله العظيم لو الموضوع اتأخر عن اسبوع، مع احترام لحضرتك هيكون كل اهل الجرنة كسرين الباب ودخلين منزلين الغطا ومرقدينه على جتة الموميا. اللي عمله كارتر ده جنان رسمي. ازاي يسيب غطا التابوت متعلق في السقف بشوية حبال ويقفل المقبرة وياخد معه المفتاح؟ اسمع يا ابني، بأمر مني أنا مرقص باشا حنا وزير الأشغال، اطلب لي وزارة الداخلية خليها تعين حراسة فورا على المقبرة وعلى مقبرة سيتي اللي بيرمموا فيها أثر توت، وممنوع كارتر أو حد من مساعديه يهومها برجليه. تمنعوا هاورد كارتر من دخول المقبرة؟ ازاي مرقص باشا؟ ازاي؟ الوضع حارق جدا بالنسبة للتابوت. وانت ما كنتش عارف انه حارق لما عملت اللي عملته؟ بتهددنا؟ بتلوي دراعنا؟ عاوز حكومة مصر تعتذر لشوية ستات منعناهم من دخول المقبرة؟ شوية ستات؟ دول ضيوف حرم اللورد. يا رب تكون حرم اللورد نفسها، احنا تصرفنا في حدود اختصاصنا وسلطتنا. مرقص باشا، انا بحمل حكومة مصر. اسمع هاورد، العمل هيتم في المقبرة سواء بيك او من غيرك. اوكي، انا بحملك يا باشا اي اخطار تحصل للموميا. انت اللي عملت كده، ومش هنسمح لك بالدخول الا اذا انت اعتذرت علنا عن الكلام الساذج اللي انت قلته علنا في صحف بريطانيا. انا اسف، I'm very sorry، انا مش هعتذر. مغرور، وده هيخليني الغي فورا رخصة التنقيب واحملك المسؤولية. اوكي، انا ليا شروطي عشان اعتذر. زي ايه مثلا؟ زي مدير الاثار يعتذر للسيدات اللي كانوا المفروض يدخلوا المقبره زي ما وعدتهم ومنعتهم. وتنسى بقى حكايه نص الاثار. مرقص باشا، يو بروميست، انت وعدتني. اسمع يا كارتر، انا واقف من بدري ومش عاوز اتكلم في وجود مرقص باشا. اعتبر اللي بيكلمك ده مرقص باشا نفسه، مش سعيد باشا وكيل وزاره الاشغال. يعني ايه؟ يعني أنا هقول لك المفيد بعد إذنك يا باشا. حكومة مصر يا كارتر قررت قرار أخير، جايز مرقص باشا مش عاوز يقولهولك. إحنا حددنا مبلغ 35,000 جنيه تعطى لأرملة اللورد كتعويض عن مصاريف التنقيب. طب هو حقي؟ حقك المادي أنت أخدته من مصلحة الآثار لأنك موظف فيها، وخدته من اللورد لما كان بيديك 400 جنيه سنويا في الوقت اللي كان فيه العامل المصري بياخد في السنة كلها 10-15 جنيه. أما بقى حقك الأدبي يا مستر كارتر فده يعني في إيد التاريخ. إحنا عمرنا ما حنظلمك يا مستر كارتر، ويوم ما حتكمل عملك في المقبرة على خير حتلقلك تمثال مع شامبليون وماريت وكل له فضل على شعب مصر وآثار مصر وتاريخ مصر. موافق، ومن بكرة حكون في وادي الملوك. وبدأ كارتر رحلة جديدة وأخيرة لترميم 5,000 قطعة أثرية، نقلت جميعها إلى متحف القاهرة لتكون خير شاهد على تاريخ مصر وعظمة مصر وشعب مصر،
واحتفظ الأحفاد بكنوز الأجداد، وظل توت عنخ آمون في مرقده الأخير هناك في التابوت في عمق باطن الأرض في وادي الملوك. وهكذا عاشت مصر وكنوز مصر. أحداث رواها محمد شاكر. عاشها في وادي الملوك سمير صبري، جلال الشرقاوي، حسين الشربيني، رشدي المهدي، خليل مرسي، نشوى مصطفى، محمود عامر، محمد الشرشابي، لاشينا لاشين، إبراهيم الداري، أمينة رشدي، باسم محفوظ، جلال الهجرسي، محمود جليفون، محمد بدران. تسجيل ومونتاج رائد إسماعيل ممدوح زكريا. الموسيقى التصويرية مودي الإمام. توت والتابوت. تأليف وإخراج أحمد فتح الله.